انا وتامر متفقين، احنا الموضوع بالنسبه لنا ما فيش طلاق، الطلاق ده مش موجود يعني. ان احنا شاء الله يا رب. ده من اول الجواز، من اول ما ارتبطتوا ببعض. مين اللي قال الفكره؟ انا قلت له ايه وليه؟ وقلت له، قلت له يعني هو بطبعه عاقل ما شاء الله عليه، مش عصبي، دي كلها مميزات الواحد يحطها فوق راسه طبعا. بيحب شغلي، بيساندني، يعني ده برضو ميزة ما بتلاقيهاش. واحنا شغلتنا صعبة يعني، انا في الايام دي التصوير بقى بال 18 ساعة، فانت ممكن تطلعي من بيتك من 8 الصبح ترجعي تاني يوم مثلا 8 الصبح او ترجعي الفجر، صعبة. هو طيب ومتعاطف وفي كل الميزات طبعا، دي حقيقة. وسرطان وسرطان وكل حاجة، وقمر بمعنى الكلمة طبعا. ده بيخليكي تغيري عليه؟ اكيد اكيد، بس هو ما بيدينيش الفرصة بصراحة. يعني انا اتعلمت من امي ان الغيرة مفيش، يعني ما اقدرش احاسبه على حاجة هو ما عملهاش غلط. هو ربنا خلقه امور يعني، لا كمان في يعني ايه، في ستات ممكن هي اللي يعني مش تتطاول او هي اللي تحاول، لكن هو رد فعله انا حاسبه على رد فعله، فهو ما بيدينيش الفرصه بصراحه. طب ردود افعاله، هو محترم جدا في نفسه. وبالمثل هو كمان متجوز ست حلوه منوته جميله يعني، طول بعرض بشعر بضحكه حلوه بعمر يعني بطيبه باغاني فريد شوقي طول برضو. الوقت هي مثال جمال من زمان من وانت صغيره والله. برضه هو يعني ما بقيسهاش كده. بصي اصل هي انا بعتبر حلاوه الروح احلى بكتير يعني، يعني كلنا بنكبر ده طبيعي جدا، وما حدش هيفضل طول الوقت صغير، لكن في ناس بتكبر شكلا اكبر من عمرها. وفي ناس ما بيبانش عليها عمرها، وفي ناس ما بيبانش عليها عمرها. ده بيرجع بقى اللي هنا يعني اللي جوه. دي كانت قاعده بابا يقول لك اللي هنا بيبان هنا، يعني صح. اللي جوه في قلبك طول ما انت قاعده تحقدي وتعملي وي 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 كل ده غصب عنك هيطلع على وشك. بس انت عارفه رغم احنا شفنا بعض على مدار سنين ربنا يديمها نعمه، بس انت اتغيرتي كتير قوي يا رانيا. خير احسن اتغيرتي احسن يعني، عارفه لما تحسي ان مره واحده الدنيا كانك ظهرت الدنيا، ان انت حطيتي كل حاجه انت عايزاها جنب بعض وعرفتي ايه اولوياتك. الدنيا عندك مفيش صراعات، انت مش بتتنرفزي، اتغيرتي. ما اعرفش اترجمها ازاي، انت قولي لي كلامي صح ولا غلط. نضج حصل، نضج ممكن. حصل حكمه يعني. انا عن نفسي ساعات مرجع فلاش باك لرانيا الشقيه اللي بتقوم تتنطط وترقص، ارجع اقول سبحان الله الشخصيتين اختلفوا. بس بقول ده سن، ومع خبرة الأيام والدنيا بتعلم. وفي شراء دماغ؟ لا ده أنا ملكة شراء الدماغ. دي منطقتي، دي منطقتي. سألي دي كانت قبل كده موجودة ولا ما خدتش؟ لا دي ظهرت مؤخرا. لا كانت موجودة، لا هي طول عمرها موجودة.